لان انت جيته باسلوب انه جاف وما كنت على مستواه هو. هاي الفقره. يهدف هذا المسح إلى جمع من أهم البيانات الإحصائية التي يستفاد منها صانعي القرار وواضعي الخطط التنموية في العراق، حيث أن هذا المسح يكون على يعني على فقرات متعددة يساهم في توفير معدلات الفقر، القضاء على أشد فقرا، مستوى التعليم، الصحة الإنجابية، وفيات الأطفال، وفيات الأمهات، العديد من المؤشرات التي تخدم وزارة التخطيط وتخدم الجهاز المركزي للإحصاء. الهدف من هذه الدورة التدريبية هو تدريب مجموعة من الباحثين في محافظة البصرة، المتدربين من محافظة البصرة ومحافظة ميسان، من أجل تنفيذ مسح جدا مهم يوفر هذا المسح، هو المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، يوفر هذا المسح قاعدة بيانات متكاملة حيث تحتوي الاستمارة الخاصة بالمسح 25 قسم في الصحة والتعليم والقطاع الزراعي والصناعي ومن مختلف القطاعات. الغرض من هذه الورشة ومن المسح هو توفير قاعدة بيانات متكاملة. احنا هنا المركز التدريبي اللي يضمن محافظتين، محافظة البصرة ومحافظة ميسان، وبواقع فريق لكل قضاء. الفريق يتكون من رئيس فريق وباحثين، وبالتالي يكون المجموع حسب عدد الأقضية المتوفرة بالمحافظتين، فيكون المجموع 27 متدرب بالأضافة إلى فريق التدريب اللي راح نكون على مدار 21 يوم لشرح كل أقسام الاستمارة المسح.